المقارنة اللي الكل ينتظرها، هواوي ميت 20 برو ولا النوت 9، والكلام اللي ما يقولون التغنيين. خلكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. بالبداية حبيت أشكركم على التعليقات الجميلة اللي قاعد أشوفها على فيديوهاتي الأخيرة، واللي خلتني أصلاً أطور من المحتوى اللي أنا قاعد أقدمه عشان أوصل إلى المعلومات اللي أنتوا تحتاجونها وأشرحها لكم. أبي أوضح شغلة قبل لا أدخل بالمقارنة بين الجهازين، وأيضاً قبل لا أقول انطباعي الكامل عن الهواوي ميت 20 برو بعد استخدامه لفترة مناسبة أن أقدر أقيم الجهاز. بالفيديو السابق لما عرضت جهاز هواوي ميت 20 برو، وايد ناس اعتقدت بأن أنا أمدح الجهاز. بالفيديو السابق أنا مجرد قريت المواصفات اللي أعلنوا عنها بالمؤتمر، أنا ما قلت انطباعي بعد استخدام فترة، فقط نظرة أولى أول ما أبطل الكرتون شنو المواصفات اللي تكلموا عنها، ما قلت إذا كانت موجودة أو غير موجودة. بعض المواصفات أصلاً مو موجودة بالجهاز إلى الآن. فوايد ناس اعتقدوا أن أنا أمدح الجهاز وأرفع فيه، وايد ناس اعتقدوا بأن لأن إعلان من شركة هواوي أنا لازم أقول أنه أقوى جهاز بالعالم. لا، أنا مجرد أني قريت المواصفات، وبهذا الفيديو راح أقول لكم انطباع الكامل ومقارنة مع النوت 9. الشغلة الثانية، شركة هواوي فعلا شافت التعليقات اللي موجودة على الفيديو اللي سويت لكم إياه، تعليقاتكم أنت والطلب اللي الأغلبية طلبته أنه يكون عندنا جهاز الهواوي ميت 20 برو بإصدار 8 جيجا رام. طبعا الشركة وعدتني انها تحاول تجيب هذا الاصدار، ما ادري اذا الكلام صج ولا مو صج، بس بالنهاية بلغوني بان اصدار 8 جيجا رام موجه الى الصين وليس الى كل العالم. وايضا بلغتهم ان نبي هواوي ميت اكس ووريتهم التعليقات والناس اللي طالبة هذا الجهاز، وهم وعدوني ان يشوفون هذا الموضوع ويحاولون ان يجيبون هذا الجهاز، وكان عندي دليل وايد كافي من خلال تعليقاتكم على الفيديو السابق. اللي راح اسويه مثل ما عودتكم دائما ان ما راح اركز فقط على الارقام اللي انقالت، راح اقول انطباع استخدام فعلي انا كانسان غير مختص، انسان عادي اشتري التليفون هذا ولا لا، لان المختص له نظره مختلفه، يطالع الارقام، يطالع اشياء انت ما تحتاجها اساسا. فانا راح اتكلم شويه بين الارقام وشويه بين الاستخدام الفعلي شنو شفت بالجهاز. نبدا اول شيء بالمعالج. معالج الميت 20 برو يعتبر افضل من معالج النوت 9، لكن هذا مو شرط فعليا يعطيني رقم اشوفه حقيقي واقعي في سرعه تشغيل البرامج او في سرعه الالعاب او في سرعه البرامج الثقيله على الجهاز، ولكن بالارقام يتفوق الميت 20 برو. بالنسبه للرام، الذاكره العشوائيه ومساحه التخزين الداخليه للجهازين، النوت 9 يقدم لي اصدارين 6 جيجا رام مع هارد ديسك 256، والاصدار الثاني 8 جيجا رام مع اصدار 512، وقلت بالسابق بان اصدار 8 جيجا رام مع 512 وايد مناسب من النوت، ويعتبر الاحدث والافضل حاليا على مستوى السوق على مستوى العالم. بالنسبه للميت 20 برو يقدم لنا اصدار واحد اللي هو 128 جيجا مساحه تخزين داخليه مع 6 جيجا رام، والاصدار الثاني 256 مع 8 جيجا رام، هذا راح يتوفر فقط للصين، ونتمنى ان يجيبونه لنا. مع ذلك ينتصر النوت لان عنده 512 ولان 8 جيجا متوفر عندنا. الجهازين يشغلون شريحتين او شريحه مع بطاقه ذاكره خارجية. بالنسبة للنوت ياخذ بطاقة الذاكرة العادية المايكرو اس دي، اما الميت 20 برو فما ياخذ بطاقة المايكرو اس دي اللي احنا متعودين عليها، لكن يشتغل على شريحة خاصة فيهم من هواوي للحين ما انتشرت بالعالم، يعني حاليا مو متوفرة. لو انا بزيد الذاكرة حاليا البطاقة غير متوفرة، وحسب اللي اعلنوا بالمؤتمر بان بطاقتهم افضل، ولكن هل انت تحتاج الافضل ولا تحتاج شيء متوفر بالسوق عندك ويستخدمونه اغلب الاجهزة؟ على سبيل المثال لو جيت انت واستخدمت اي قارئ بطاقات ذاكرة داخلية، مثلا عندك كرت، الكرت الكبير اللي تحول عليه تركب عليه الشريحة الصغيرة وتركبه على الكمبيوتر، هذه البطاقة ما راح تقرأ الشريحة الجديدة مالت هواوي، لازم تستخدم أجهزتهم الخاصة فيهم عشان تقدر تشغل هذه الشريحة. فأنا أعتبر النوت 9 تفوق في هذه النقطة. أيضا الاستخدام الفعلي للجهازين، كانوا الجهازين سريعين، ما أقدر أقول لك أن الهواوي وايد أفضل ولا أقدر أقول لك أن النوت وايد أفضل، كانت الأرقام وايد قريبة من بعض، لكن فعليا تشغيل البرامج على الميت 20 برو كان أسرع من تشغيل البرامج على
النوت 9، ولكن هذا ما يعطي أفضلية وايد كبيرة للميتا 20 برو لأنه كان الوقت فرق أجزاء من الثاني. بالنسبة للأرقام، دقة الشاشة الموجودة على الهواوي ميتا 20 برو أفضل من دقة الشاشة اللي موجودة على النوت 9، لكن فعليا أنا أحس أن شاشة النوت 9 كانت أفضل بالاستخدام من شاشة الهواوي ميتا 20 برو. اللي أنا لاحظته بأن جهاز هواوي كان وايد في شارب حدود حق الأشياء، يعني قاعد تطالع تفاصيل أحسها أكثر من اللازم، مو من دقتها الزايدة، لا، أحس أن عليها فلتر الشارب التحديد أنه يكون وايد حاد بالصورة أي جسم أنت تبي تصوره. بالنسبة لك يمكن يعجبك هذا الشيء، بالنسبة لي أنا شفت النوت 9 أقرب إلى الألوان والصور الواقعية في الفيديوهات، في التصوير، في كل شيء. أما الثاني الميتا 20 برو لاحظت أنه حاد أكثر من اللازم. بالنسبة لنظام التشغيل، الجهازين يستخدمون أندرويد، فنقدر نسوي مقارنة كاملة بينهم لأن اثنينهم على نفس نظام التشغيل، وأتوقع أن هذا أول فيديو بقناتي أقارن بين جهازين بنفس نظام التشغيل. الميتا 20 برو استغربت بأنه عنده تحديث الناين، مع أن السامسونج مبيعاته أعلى، فالمفروض يكون عنده دعم أعلى من جوجل ويعطونا هذه التحديثات، ولكن التحديث نازل هناك على أندرويد باي 9 على الميت 20 برو، أما على النوت 9 للحين عندهم 8.1. بالنسبة لحجم الشاشة وحجم الجهاز، لما تمسك جهاز النوت 9 أحسه أريح لاستخدام الأشخاص اللي تعودوا على الأجهزة الكبيرة مثل الآيفون ماكس، مثل الآيفون بلس أي إصدار منهم، مثل أجهزة الاس البلس، الاس 8 بلس على سبيل المثال، هم هذا شوية أعرض منهم وفي انحناء من الجهتين، ومستغلين سامسونج بشكل كامل وحاطين عليه أدوات على الانحناء اللي هم حاطينه. أما بالنسبة للميت 20 برو، فاللي يحب جهاز أصغر وأريح على مسكة الإيد فياخذ الميت 20 برو، لأن حجم الشاشة بالعرض أقل وانحناء الشاشة حسيته مو مريح. شلون يعني مو مريح؟ يعني الجهاز بروحه عرضه شوية وتحط فيه انحناء وانت مو محلل الانحناء هذا، حسيته أنه شيء مضيع عليك استخدام مساحة شاشة كبيرة أو جهاز كبير، فأنت متوهق، لا أنت ماخذ جهاز صغير ولا أنت ماخذ جهاز كبير، انت ماخذ جهاز طويل بس مو عريض. الناس اللي استخدمت جهاز هواوي من قبل شافت نظام التشغيل اللي موجود عليه، يمكن تعودت عليه وصار عندها عادي. اما الناس اللي استخدمت نظام السامسونج من قبل، انت مستخدم برنامج تشغيل التاتشوز اللي يعطيك تحكم اريح بالاستخدام، طريقة تصوير الشاشة، طريقة الاختصارات، طريقة الإيماءات، وايد أشياء لقيتها أن السامسونج أبدعت فيها. حتى لو كان النظام 8.1، لكن حسيت أن المقارنة قوية وما زال منافس مع الميت 20 برو اللي هو على نظام أصلا أندرويد 9، فالمفروض يكون متطور أكثر الميت 20 برو، لكن حسيت أن الإبداع أكثر كان عند نوت 9. كان ودي أحط لكم الجهازين واحد يمين واحد يسار وأحط النقاط مالتهم ونشوف من ينتصر، لكن هذه راح تكون مقارنة غير عادلة، لأن في كل نقطة أنا قاعد أتكلمها أنت تحدد هذه النقطة مهمة بالنسبة لك ولا لا. إذا قلت كاميرا هذا أفضل من كاميرا هذا، فأنت تحدد إذا أنت الكاميرا تعني لك شيء بالجهاز ولا أنت ما تستخدمها. لما أقول لك الشاشة عريضة أو الشاشة منحنية، أنت اللي تقرر أنت تبي هذا ولا تبي هذا. أنا ما أقدر أقول لك أن هذا الشيء أفضل من هذا الشيء، كأنك تقول لي أي لون أختار من الجهاز هذا؟ اللون ما يفرق، اللي يفرق هو ذوقك أنت يختلف مع ذوقي أنا، وهذا شيء مو علمي، فأنا ما راح أدخل فيه، أنا راح أعطيك الفرق بينهم والأشياء اللي فيه شيء ينتصر على الثاني، راح أقول لك أن هذا الشيء ينتصر وأنت تحدد مدى أهمية النقطة اللي أنا قاعد أتكلم عنها. بالنسبة لنظام تشغيل هواوي، لقيت فيه ميزة حلوة اللي هي تصوير الشاشة بالفيديو بدون استخدام أي برنامج، هذا شيء موجود داخل النظام، وايد سهل الاستخدام، ولما تبي تستخدمه على السامسونج تحتاج انك تنزل برنامج وتشتغل عليه. من ناحية ثانية، النوت 9 راح يتفوق فيها على الميت 20 برو، بان النوت 9 شركة سامسونج عندها شراكات مع شركات حماية من الفيروسات، فتحصل برنامج مكافي داخل الجهاز وتحصل برنامج نوكس اللي شارته شركة سامسونج، فجهاز النوت 9 أأمن بوجود حماية فيروسات داخل الجهاز فعليا بدون ما تنزل أنت أي برنامج، وتقدر تنزل نفس البرامج اللي موجودة على السامسونج للحماية، ولكن أنت قاعد تنزلها من خارج الستور، نفس طريقة تسجيل الشاشة فيديو موجودة على الهواوي ميت 20 برو مو موجودة على النوت 9، لازم تنزلها بروحك. وجود البصمة على شاشة الميت 20 برو فعلا هذه تقنية جديدة
وحلوة، لكن بالاستخدام راح تكتشف بأن البصمة العادية الموجودة على النوت 9 أسرع وأريح بالاستخدام من اللي موجودة على الشاشة هناك. راح تلقاها بطيئة، وأيضا راح تلقاها مو دائما تشتغل معاك. فعلا في تجارب على النت موجودة أن تشتغل معاك لما تحط عليه كيتشب، تحط عليه ماي، تحط عليه أي شيء، لكن بالاستخدام الفعلي لاحظت أنه مو دائما تضبط. بالأغلب راح تضبط، ولكن أبطأ من البصمة اللي موجودة على النوت 9. فبهذه النقطة أيضا راح تنتصر النوت 9. بالنسبة لك إذا تبي التقنية الحديثة أن بصمة على الشاشة، فأنت راح تختار الميت 20 برو، لكن أنا عن نفسي ارتحت أكثر لبصمة النوت 9. بنفس الوقت النوت 9 ما ضيعوا البصمة بس كذي، أيضا حطوا فيها حركة إيماء، إذا حركت البصمة من فوق لتحت راح تنزل لك شاشة الإشعارات. بالنسبة لسرعة معالج النوت 9 يعطيك إلى 2.7 جيجا هيرتز، أما المعالج الموجود على الميت 20 برو يعطيك إلى 2.6. حجم المعالج الموجود على الميت 20 برو 7 نانومتر، أما اللي موجود على النوت 9 10 نانومتر. هذه الأرقام كلها ما تهمني لأن كلها مجرد أرقام، وأيضا لازم ما تهمك. ميزة التعرف على الوجه وقارئ قزحية العين، اثنينهم مع بعض موجودين على النوت 9، إذا شغلتهم مع بعض راح يكونون أقوى نظام حماية على جهازك بالعالم، أقوى من كل الأشياء الثانية اللي صارت، أقوى من الفيس آي دي اللي موجود على الآيفون، لأن التوائم قدروا يبطلون حق بعض تليفوناتهم. بالمقابل عشان أكون حقاني، نفس كاميرا 3D اللي موجودة على الآيفون تقريبا بنفس الفكرة موجودة على الميت 20 برو، ففيها كاميرا 3D، وهذه الكاميرا كانت بالنسبة لي بتشغيل قفل الجهاز أسرع من أي تقنية أنا شفتها، أسرع من الآيفون، أسرع من النوت 9. مجرد ما ترفع التليفون تحطه على وجهك، طبعا هو ما راح يفتح القفل إلا لما تسويها بالإعدادات، لكن راح تشوف القفل، رمز القفل يتحرك على الشاشة وانت تحرك الشاشة أو تشيل هذه الخطوة. أنا شايل هذه الخطوة، مجرد ما ترفع التليفون راح يشغل الكاميرا على وجهك، من يلقط الوجه يبطل القفل. ففعلا كان هذا أسرع شيء أنا شفته. بالنسبة للكاميرات راح أدخل في أشياء معينة، ما راح أدخل في تفاصيل دقيقة. ما شاء الله اليوتيوب تعب من الفيديوهات الخاصة بالكاميرا. هاتف هواوي ميت 20 برو يتفوق في بعض الأشياء في الكاميرا. أقوى ميزة موجودة عنده هي ميزة الوايد أنجل، إنه يصور التصوير العريض. التصوير العريض راح يعطيك صورة وايد كبيرة، بالاستخدام الفعلي راح تلاحظ إنه فعلا يصور لك زاوية أكبر، وراح تحتاجه وانت تصور أشياء بالخارج. راح تكتشف إنه عادي انت قاعد بالغرفة تبتصور الغرفة، يعطيك نص الغرفة طالعة بالصورة، أما لو تصور بجهاز النوت راح يعطيك زاوية واحدة الجهة الأمامية اللي انت قاعد تشوفها. عدسات الميت 20 برو واحدة منهم 40 ميجا بكسل، الثانية 20 ميجا بكسل، الثالثة 8 ميجا بكسل، أما اللي موجودين على النوت 9 كاميرتين 12 ميجا بكسل. هل الأرقام فرقت معي وقت التصوير؟ لا، ما حسيت أن الفرق وايد، لكن اللي يميز الميت 20 برو من ناحية التصوير بأن حاطين فيه ميزة الذكاء الاصطناعي اللي راح تعطيك ألوان فاقعة، تعطي الصورة ألوان أكثر من الطبيعي، فأنت تحس أن الصورة شكلها حلو، لكن إذا كنت تبي ألوان طبيعية راح تختار النوت 9. أنا فعليا ما حبيت الألوان اللي قاعد تعطيني إياها صورة الميت 20 برو. أنت يمكن راح تحب هذه الألوان، هذا شيء يرجع لك، أنا ما أحب الألوان المشبعة زيادة عن اللزوم. وفي بعض الأحيان فعلاً أنت تحتاج الذكاء الاصطناعي، أنت بتصور مثلاً نباتات راح تكتشف أن التليفون يسوي لك الألوان خضرة زيادة، لما بتصور شيء في السماء مثلاً خلفية طالع فيها السماء، الميت 20 برو راح يسوي لك السماء لونها أزرق، تحس أن أنت في أجواء غير المكان اللي أنت فيه. لكن إذا تبي الصورة الطبيعية نفس ما هي على وضعها راح تختار النوت 9. فتحة عدسة الميت 20 برو تبدأ من 1.8 وتنتهي إلى 2.4، بينما فتحات العدسة الموجودة على النوت 9 هي 1.5 إلى 2.4. إذن بالشمس سنسر الإضاءة راح يدخل يستوعب إضاءة بنفس القلة، اثنينهم 2.4، أما بالضوء الخافت المفروض أن بالأرقام هذه النوت 9 راح يعطيك تصوير أفضل، لأن 1.5 اللي هو أكبر فتحة عدسة من العدسة الموجودة على الميت 20 برو اللي هي 1.8. ولكن لما تي على الشيء الفعلي بالاستخدام راح تكتشف بأن الذكاء الاصطناعي أيضا قاعد يأثر في هذه الميزة،
وقاعد يحسن لك الصورة أن المكان الغامج يصير غامج أكثر والمكان المضيء يصير فيه إضاءة أكثر. فبهذه الطريقة هو قاعد يعادل الصورة وقاعد تطلع بصورة أحلى من النوت 9 بالتصوير الليلي. كاميرا الميتا 20 برو تقدر تدخل إلى أي مجسم لمسافة 2.5 سنتي وتصور بطريقة الماكرو بطريقة إبداعية ينتصر فيها الميتا 20 على النوت 9 بهذه الطريقة. أنت ما تقدر تقرب إلى هذا الحد بأي جهاز ثاني غير جهاز فقط الميتا 20 برو. وأيضا كاميرا الميت 20 برو تصور السلو موشن التصوير البطيء بنفس سرعة وعدد فريمات وجودة التصوير الموجود بالنوت 9، لكن فعليا لما تشوف التصوير بالصج النوت 9 تصويره أحلى من الميت 20 برو في التصوير سلو موشن. أما بالنسبة للكاميرا الأمامية ففي أغلب البرامج وفي البرنامج الأساسي الموجود بالتليفون الكاميرا كاميرا النوت 9 كانت أفضل من كاميرا الميت 20 برو. ولما تتصور على مواقع التواصل الاجتماعي تكتشف أن للحين الميت 20 برو الصوت فيها ضعيف لما تصور بستوري الانستغرام على سبيل المثال، وبالمقابل الصورة حادة أكثر من اللازم. أحس أن للحين يحتاجون لشوية أبديت يعدلون هذه الأشياء. بالنسبة للبطارية، بطارية الميت 20 برو 4200 mAh وبطارية النوت 4000. المفروض أن بطارية الميت تعطيني وقت أكثر، بالإضافة أن شاشة الميت 20 برو أصغر من شاشة النوت 9 فالمفروض أيضا تعطيني وقت أطول، لكن بالاستخدام الفعلي لاحظت أن الجهازين نفس الشيء، ما فرق علي، ما زاد علي وقت وايد طويل. يمكن هم حطوا أرقام بالمؤتمر لكن فعليا ما حسيته وايد دقيق. يمكن الميزة الوحيدة اللي فرقت معاي هي ميزة الشحن العكسي اللي موجودة في جهاز الميت 20 برو. هذه الميزة أنت تقدر تشغلها من الإعدادات، تحط أي جهاز فوق جهازك ويشحن وايرلس، وبنفس الوقت إذا عندك كيبل USB Type-C من الجهتين تقدر توصله على أي جهاز ثاني وتشحنه عن طريق الكيبل هالمرة. وإذا كان عندك كيبل من طرف USB Type-C ومن الطرف الثاني أي شيء يكون حتى لو كان Lightning التابع للآيفون أيضا تقدر تشحن الآيفون بهذه الطريقة أو شحن الوايرلس. لمعلوماتكم بعض الأجهزة داخل العلبة تلاقي فيها قطعة اسمها OTG، هذه القطعة تخليك توصل من جهاز أندرويد إلى جهاز آخر تلقونه داخل العلبة. هذه القطعة المفروض أن تنقلك بيانات من جهاز إلى جهاز آخر، لكن بالمقابل في شيء ثاني تسويه، تخلي هذا الجهاز يشحن أي جهاز ثاني، يعني حتى النوت 9 عن طريق الكيبل وهذه الوصلة يشحن أي جهاز ثاني. لكن يظل الميت 20 برو متفوق في هذه النقطة انه يعطيك شحن وايرلس او شحن عن طريق الـ USB Type-C دايركت الى اي جهاز ثاني بدون ما تركب اي وصلة. بالنسبة للشاحن اللي داخل العلبة، الجهازين يجون بشاحن سريع لكن اسرع شاحن بالعالم هو الشاحن اللي مع الميت 20 برو، هذه نقطة تحسب لهم. خلال نص ساعة اذا شحنت الجهازين نص ساعة في الشاحن الاصلي اللي جاي من الكرتون، النوت 9 راح يوصل الى 37% بنص ساعة، اما الميت 20 برو راح يوصل الى 70% 70% بنص ساعة. اذا تكلمنا عن منفذ الـ AUX النوت 9 للحين عنده منفذ الـ AUX، في وايد ناس تستخدمه للحين، انا ما استخدمه عن نفسي ولكن اشوفه احس انه منه فايده انه يحطونه. بعض المرات انا احتاج اني اوصل مايكروفون شيء بروفيشنال على تليفوني واصور فيه، بما ان التصوير وايد قوي بالتليفونات ما في مشكله انك تركب مايك احترافي عليه وتصور، طبعا مو تصويري الحالي، لكن اذا كنت برا وابي اغطي مثلا مؤتمر، ابي اغطي معرض، ابي اصور اي شيء قدامي وابي اتكلم، فاذا بركب مايك المايك هذا راح يكون AUX. اما الميت 20 برو شالوا منفذ الـ AUX، بالمقابل شنو حطوا؟ حطوا وصلة داخل العلبة تحول لك من الـ USB Type-C إلى AUX، نفس الحركة اللي سووها الآيفون من قبل، والحين ما قاموا يحطونها بالكرتون، لازم تشتريها بروحك اللي هي من Lightning إلى الـ AUX. وهذه حركة أعتقد أنه مو وايد حلوة، للحين الناس تحس أنها هي بحاجة إلى هذا المنفذ. وأيضا داخل علبة الميت 20 برو راح تلقى سماعة تشتغل على منفذ الـ USB Type-C. النظام الصوت على الجهازين هو نظام دولبي أتموس موجود على الجهازين، ولكن لما تسمعه فعليا النوت 9 قاعد يعطيني وضوح أقوى وجودة أفضل، أحسه أوضح. بالنسبة للإنترنت سواء أنت شابك على الواي فاي أو قاعد تستخدم
شريحة انترنت أو خط اتصال على خدمة الانترنت، فإن الميت 20 برو يتفوق بالسرعة على النوت 9. يشغل لك الـ 4.5G أسرع من النوت 9 ب10%، أما الواي فاي يشغل لك إياه بسرعة توصل إلى 40% أسرع من النوت 9. هذه أرقام أعلنوا عنها، لكن فعليا أنا أيضا ما حسيت بالفرق الفعلي هذا، ولكن القطع اللي موجودة داخل فعلا تستقبل هذه الأشياء. يمكن يبين معك الفرق لما توصل شبكات أقوى، أو أنت رحت إلى دولة عندها شبكات أقوى يبين الفرق، ما عندي علم، لكن أنا حاليا ما حسيت بالفرق القوي. الميت 20 برو حاطين فيه أشعة الاي ار، يعني تقدر تستخدم تليفونك كريموت للتلفزيون ولبعض الأجهزة مثل المكيفات والأجهزة اللي فيها أشعة الاي ار. أي جهاز فيه ريموت ممكن أنت تتحكم فيه عن طريق تليفونك. أما النوت 9 فيشتغل مع نظام السمارت هوم اللي موجود داخل التليفون، تقدر تشغل فيه التلفزيون إذا كان التلفزيون سمارت مو عن طريق الاي ار، لا عن طريق الشبكة الواي فاي، تقدر تتحكم بالتلفزيون وأي جهاز سمارت. فأعتقد من هالناحية الجهازين متعادلين. الحين نتكلم بالأشياء اللي ما حد تكلم فيها حاليا. لما تشوف الفرق بين الجهازين تقول سيد أنت ما أعطيتنا الخلاصة، أنت طولت الموضوع وعقدت زيادة، وأنا كنت أبي جهاز وأنت حيرتني زيادة. الحين أبي أوضح لكم شغلة، في أشياء مو بالأرقام تنحسب. على سبيل المثال، شنو الإكسسوارات اللي متوفرة للجهاز نفسه؟ الاكسسوارات المتوفرة للنوت 9 وايد أكثر من الاكسسوارات المتوفرة لهواوي. هذا بالنسبة عندنا بالكويت، بالخارج يمكن يوفرون شوية، لكن أيضا ما يقايش الاكسسوارات اللي موجودة للسامسونج. عندك على سبيل المثال كاميرا 360، عندك نظارة VR تشتغل على السامسونج النوت 9 ولكن ما تشتغل على الميت 20 برو. يمكن الكاميرا تشتغل ما جربتها، لكن النظارة ما اشتغلت جربتها. وصدق ان الميت 20 برو اخذ تحديث للاندرويد 9.0 اللي هو اندرويد باي. السامسونج نوت ما حصل هذا الشيء، لكن بالمقابل الشيء الفعلي اللي انا شفته بالجهاز بان اغلب البرامج اذا ما كانت كلها وايد تعطي اهتمام للنوت. على سبيل المثال لما ينزل تحديث للانستغرام راح تلقى التحديث هذا يشمل أجهزة السامسونج، بحيث الكاميرا تشتغل عدل، تحس انها واضحة، الصوت تحسه واضح، الألوان تحسه ممتازة. لكن بالمقابل الميت 20 برو الحين صار له فترة نازل في بعض الدول، إلى الآن ما شفت دعم على هذا الشيء انه يسوي له أبديت ويشغل الصوت بشكل مناسب. للحين التصوير فيه الصوت ضعيف. فدعم شركات البرامج لجهاز النوت 9 أفضل من دعمهم لجهاز الميت 20 برو. ماتيريال الجهاز أنا ما أدري من شنو مصنوعين الأثنين، لكن لما تمسك أنت جهاز الميت 20 برو وتمسك جهاز النوت 9 تحس أنك شايل هني شيء صجي مارك، تحس أنه في جودة، تحس أنه متعوب عليه. أما هني الميت 20 برو أنت شايل شيء صيني للحين، تحس فيه أنه صيني فعلا، ولو أنه مو قصورا بالصين. قاعدين يطلعون أشياء وايد وايد قوية، وأغلب الأجهزة بالعالم صارت الحين من أصدار الصين. ولكن أنا أقصد على المعنى القديم، لما تقول صيني تحس أن الجهاز ما راح يستمر معك فترة طويلة. يعني هذا انطباع موجود من داخلي، ما أدري إذا الكل راح يحس فيه ولا لا. يعني أنا أبي أي واحد ماسك جهاز سامسونج أو كان يستخدم جهاز سامسونج راح إلى جهاز هواوي شنو الإحساس اللي هو حسه، كتبوا لنا تحت خلينا نشوف هذه الأشياء. أنا عن نفسي كنت بين الآيفون والسامسونج لأول مرة أجرب جهاز هواوي، لكن ما حسيت إنه فيه الجودة القوية. فعلا في أرقام في مواصفات، بس بالاستخدام يعني حتى لو كان في بعد 10 ميزات زيادة هم ما أحس إني أبي أروح له، أحس إنه ما في جودة وايد قوية. أحس جهاز الميت 20 برو حاطين فيه مواصفات زيادة عن اللزوم ما راح تستخدمها أنت فعليا. على سبيل المثال كاميرا الميت 20 برو فيها الحين فلاتر، أن أنت تقدر تخلي أي شخص يتحرك يطلع بالألوان، أما الأشياء اللي حوالينا الباجية كلها تطلع أبيض وأسود. هذه الميزة وايد حلوة، لكن أنت شكثر راح تستخدمها فعليا بعد ما تشتري الجهاز ب6 أشهر؟ بعد 6 أشهر أنت ما راح تبطل هذه الميزة نهائيا. لكن واحدة من الميزات القوية اللي حاطينها بالجهاز انك تقدر تدخل وتسوي سكان حق اي ورقة قدامك عن طريق تطبيق الكاميرا الرسمي الموجود داخل الجهاز، وهذا شيء وايد وايد حلو، راح يصور لك الصورة كأنك مسويها سكانر. هذا الشيء بالنوت 9 انت تحتاج الى برنامج عشان تسوي هذا الشيء.
لما تيجي تحط لي البصمة على الشاشة واستخدمها مرة مرتين وثلاثة وعشرة واكتشف انها هي بطيئة او تنرفز شوية راح اهدها، ما راح استخدمها، راح استخدم كاميرا 3D لاني احسها فعلا اسرع من بقية الاجهزة، وراح الغي استخدام ميزة قوية انت حاطها بالجهاز وهي البصمة على الشاشة. ميزة مثل الاي ار ان انا اتحكم بريموت التلفزيون، منو قاعد يستخدمها؟ الناس اللي استخدمت اجهزة هواوي السابقة كانت الميزة هذه موجودة، اعتقد مو اول مرة يحطونها. من يستخدم تليفونه كبديل عن الريموت بشكل اساسي؟ متى اخر مره بطلت هذه الميزه؟ انا احس انه لازم تحط المواصفات الفعليه اللي انت تقدر تستخدمها بالجهاز. على سبيل المثال النوت 9 لما يا حط القلم استخداماته وايد قويه، انت تكتب ملاحظات على طول، اذا تعودت على القلم راح تكتشف انه هو شيء وايد حلو، تكتب ملاحظات على طول. انا واحد من الناس ألون على طول، ولما بكتب أفكاري أحب أكتبها بقلم، ما أحب أكتبها طباعة بالكيبورد. إذا أنت كنت بمراحل كنت وراء بعض تأخذ أجهزة سامسونج، لا تأخذ جهاز هواوي قبل ما تجربه بالاستخدام وتحس أن أنت ارتحت له فعليا. أنا عن نفسي ما ارتحت، حسيت أنه للحين يبيله بعد شوية وقت، يبيله يشتغلون على الجودة أكثر، خصوصا أن السعر صار مو وايد بعيد، يعني هم راح ينزلونه بحدود $1,000 في دول الحين نزل عندهم التليفون. يا ريت تحطوا لنا الاسعار تحت، خلينا نعرف الاسعار عندكم. شيء جدا محزن ان شركه هواوي بالكويت تاخر اطلاق الجهاز الى نص شهر 12، ما ادري الحين كم 12 راح ينزل، نص 12، بس اعتقد ان في وايد دول خلاص نزلت التليفون، ليش احنا متاخرين لهذه الدرجه؟ اللي عنده جهاز النوت 9 او عنده جهاز الميت 20 برو او جهاز الميت 20 العادي، اكتب لنا تجربتك تحت بالوصف، خلينا نعرف احنا شنو اللي قاعد يصير معاكم، خلينا نعرف شنو المواصفات اللي فعلا همتكم وشنو اللي ما همكم. هل الكلام اللي انا قاعد اقوله كله صحيح ولا لك وجهه نظر مختلفه؟ ابي اعرف شنو رايكم في هذه الاجهزه. بعد نقطه، جهاز الميت 20 برو صج الشاشه مالته اقل بالعرض وفيها انحناء، فانت تحس انك قاعد تضيع مساحه من الجهاز، لكن الميت 20 العادي حجم الجهاز وايد حلو، ولكن الشاشة LCD ما حبيت ألوانها. روح شوف الجهاز قبل لا تاخذ الميت 20 العادي، ترى ألوانه شاشة LCD بنظام قديم، فعلا انه هو نظام محسن ومستحدث، ولكن شاشة LCD نزل بعدها شاشة LED بعدها شاشة OLED، فانت قاعد ترد وايد. حسيت ان فيها لون اصفر اكثر من اللازم، ولو ان انا مو مشغل الالوان الصفرة بالشاشة. جهاز الميت 20 برو شفت فيه ذكاء الاصطناعي داخل فيه كل شيء، فانت تحس انه يحاول يوفر في كل الميزات اللي موجودة عنده. شلون يعني؟ يعني احسه يبي يوفر بالبطاريه، فيسكر لك برامج انت مو محتاجها، يسكر لك البرامج بالخلفيه لين انت تشغل البرنامج، يتحكم في الصوره عشان يطلع لك شيء حلو. يعني احس انه كأنك داخل على سيرك واحد يبي ونسك، ما يعطيك الانطباع انه ريح وخذ كل شيء بمزاجك، انت سوى كاستمايز على كيفك، انت سوى له تخصيص، انت مزج فيه واختار على كيفك. خلونا من هالنقطة. بعد نقطة، الصور اللي قاعد تشوفونها بالدعايات هي صور مصورة من ناس مختصة في التصوير، سواء بالتليفون او بكاميرات، ويقولوا لكم هي بالتليفون، نفس الفضيحة اللي صارت حق هواوي اخر فترة. مع ذلك هي مو تصوير كاميرا بروحها، لا، مع برامج تعديل صور، يعني قاعد يشتغلون عليها. فلو انت تروح بنفس المكان بنفس الاضاءات بنفس الشيء اللي انت شفته بالصور القوية، ما راح تقدر تصور نفس الصورة، لانهم معدلين في برامج تعديل صور احترافية. لا تاخذ الموضوع كله دعايه واعلان. شنو يقولون الناس؟ الناس قاعد يقولوا لك مواصفات موجوده عندهم، وانت تعتقد ان هذا مدح، ان هذا اقوى جهاز بالعالم. الى الان بالنسبه لي رايي الشخصي، اقوى جهاز بالعالم للحين كتليفون هو النوت 9. مو لازم انت تاخذ هذا القرار مني انا، انت شوف شنو النقاط اللي عجبتك، شنو اللي ما عجبتك، انت ارتحت ما ارتحت، روح جرب الجهاز، خل كلامي انا كله طاف على جنب، اخذ منه الاشياء اللي انت تحبها، اللي انت تستفيد منها، اللي انت تستخدمها، وعلى اساسه قرر اي جهاز افيد لك. من هذا الفيديو راح ابدا بطريقه استطلاع الراي، فراح احط لكم سؤال نفس اللي قاعد يطلع الحين فوقي، تختار الاجابه، وبالنسبه للفيديو اللي وراه راح نعلق على استطلاع الراي النتيجه مالته شنو طلعت، وراح نعطي فيه معلومتين ونكمل
الموضوع، فأتمنى من الكل يشارك في استطلاع الرأي. لا تنسى تكتب لنا رأيك وتجربتك في استخدام الجهازين اللي عرضناهم، أو إذا عندك جهاز غير الأجهزة هذه أيضا تقدر تكتب لنا شنو انطباعك على الجهاز هذا، شنو عانيت من مشاكل، بحيث أن الكل يقدر يستفيد حتى من التعليقات أسفل هذا الفيديو. كان هذا موضوعنا لهذا اليوم. إذا تبي تشوف الفيديوهات مختصرة تلقاها موجودة على الانستغرام بقناتي، وإذا ما تدري عندنا خدمة واتساب ندزلك الفيديوهات أول بأول، ترسل كلمة اشتراك على الرقم الظاهر أمامك على الشاشة وراح توصل لك الفيديوهات أول بأول. كان معاكم سيد محمد الهاشمي، مع السلامة.